الله بالخير. يا هلا، شلونك يا ابو حيدر؟ بخير، دامك بخير. يعطيك العافية. يا هلا ابو حيدر، الله يسلمك. ابيك تناشد لي جمعية رميثية. اوه هي قوية قوية. بس والله اذا غلطانين يا ابو احمد ما فيها هذه. هذا لا ما حتى عامر امر انت. قول ايش عندك مع رميثية؟ ما في الا الخير، بس خدمة التوصيل. خدمة التوصيل نبي منهم يوصلون. ما يوصلون؟ والله ما يوصلون. صار لي كم مره ادق عليهم يقولون ما عندنا توصيل. اقول لهم ليش الجمعيات الثانيه ردوا؟ ويقولون الجمعيات الثانيه ردوا واحنا ما عندنا. حاضر. يا جماعه حق هالمنطقه ما تقدرون، حق المساهمين ما تقدرون، حق كبار السن. انا عمري 64 سنه وصلوا لي، قالوا والله ما نوصل. حاضر تامر تامر. لا يعني اوكي، معلش ان انا بس مو معناته انه في خطا في الجمعيه ما نتكلم عليه، انا اتكلم عليه. وهذه رساله حق الاخوان، يعني مجلس اداره جمعيه الرميثيه، ليش ما في توصيل؟ مو معقوله ما في انا يعني اشيد في خدماتكم، خاصه موضوع الغاز. قواكم الله، يعطيكم العافيه، جهدكم جبار انت والتموين، يعطيكم الف عافيه. بس مو معقوله جمعيه الرميثيه ما عندكم توصيل على كبار السن. لا، هاي راح تحقق من الموضوع اذا فعلا ما في. لا، هذا موضوع لازم باشر نتكلم فيه. من ابو احمد بعد؟ ابو احمد السلام عليكم. يا هلا ابو احمد. ابو حيدر حياك الله، يعطيك العافيه. يعافيك والله، انا اعتبرك من الصفوف الاولى. والله تشرف. عندي طال عمرك ملاحظه شويه بس. تفضل تامر. لاخواني واحبائي اللي يسافرون لاوروبا وامريكا، نعم، 70% من الكورونا اصابتها موجوده باوروبا وامريكا. نعم. ويعتبر الفيروس مستوطن ترى في اجواءهم وفي الازقه وفي الشوارع. فانا رجائي انهم ما يسافرون هالسنه، يروحون للخليج اذا كلش مره للخليج. هذه واحده. الثانيه، وزاره الاوقاف راح يصير في بعدين مثلا دخول المساجد، يحطون نقط ويفتحون المساجد ويعدلون لها نقط عشان التباعد، ما دام عندهم مجال يعني يروحون ويحطون مثلا سبق او شيء للتباعد. ثالث النقطه، ان الجيش والحرس الوطني والداخليه ترى يستاهلون العيديه. وبعدين انا مستعد، واخوان الكويتيين مستعد انهم يضحون برواتبهم 10% لهم، والله العظيم. والله كلام جميل يا ابو احمد. شكرا لك يا ابو حيدر. ملاحظه اخر واحده. نعم. كبار السن اللي هو عنده بطاقة كبار السن وعنده شهادة إعاقة، هل يدخل أي جمعية في الكويت ولا لا؟ نعم نعم نعم، هذا القرار راح يطبقونه. أنا أمس مكلم الأخ مشعل باكر، احتمال راح يكون ويانا على موضوع كبار السن يدخلون أي جمعية. هم المعاقين هم الآن شالوا الباركود عليهم، أنه يدخل من غير باركود. بس الآن موضوع شلون يطلع من البيت، هذا اللي احنا يعني عارفينها. قواك الله صراحة، وأنا أشيد في دور الإخوان بما أنه قبل لا أخذك يا أمراه كان دقيقة وياي. الاخوان في الاوقاف فعلا موضوع المساجد جدا مهم. والله يستاهلون، مو عيدي، يستاهلون عيوننا، الجيش والحرس والصحه والداخليه والكل، الصفوف يحتاجون عيوننا. وانا ايضا بدان ذكرني اخوي ابو احمد، انا اتمنى ايضا من الاخوان في وزاره الاوقاف، واحنا الان يعني خلال هاليومين ان شاء الله داشين على العيد، فعلا المساجد هي مسكره. ولكن اتمنى اليوم ان المساجد في يوم العيد، ادري انه ما في صلاه العيد، ولكن على الاقل التكبيرات تكون موجوده، يعني في كل المساجد اليوم تكون هذه التكبيرات في المساجد. وادري انت الاخوان بالاوقاف اكيد حاسبين حساب الموضوع، ولكن من باب التذكير.